Stone. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زجن له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters. Inshallah, we'll spend a few minutes connecting to the masjid. As you are all aware, we've mentioned a few times, we are constantly trying to raise funds for the masjid. A, to keep this premises running. We are renting in this place, we pay bills in this place, gas, electric. We rent four halls and an office. And we've been trying to save money and gather funds to be able to purchase a building. And as you know, in this community, finding the right building at the right price is becoming more difficult every year. But we still have hope in Allah, and we also have hope in the community that we can come together, that we can raise the right amount, so that next time an opportunity comes up to purchase a building, we'll be able to. So we have card readers from the brothers and sisters side, and we have the buckets going around as well. In line with the reminders that we've been given, my brothers and sisters, as it relates to Ramadan and generally our religion, as far as the behavior of the individual and how they should comport themselves, we were talking about some of the ayat in Surah Furqan about the slaves of Ar-Rahman and how they should behave as far as the way their attitude should be when it comes to somebody trying to attack them, somebody trying to accuse them or fight them. We spoke about their attitude in their prayer. We spoke about their attitude in their giving. And then Allah mentions the fact that they, as a fundamental, they don't make shirk and they don't call upon other than Allah subhanahu wa ta'ala. Those are fundamental attitudes that they should have. Because verily, if we say an individual is good, number one goodness is a tawheed. You cannot say the individual is good overall and they make shirk. How can that be possible? Number one goodness is a tawheed. That's why Allah gives the example about the one, an individual who is like a tree.
And that Tawheed is the seed that you plant, and it comes out, and the roots are strong and firm, and the tree comes out, and it bears fruits. And that example is like the believer. The Tawheed is his root, is the seed. And when the plant comes out and you have fruits, then the fruits are ripe, the fruits are tasty, the fruits are sweet. So when you were to, if you were to take a fruit and it's ripe and it's sweet and it's big and it's colorful, what does that tell you about the seed that was planted and how it was looked after? That it was good or it was bad? That it was good. But if you see a tree that can never bring anything, everything is sour. It comes at the wrong time. The sizes never get to the size it's meant to be. They keep falling off. Then you have to say something about the way the seed was, or the ground was, or the soil was, or the looking after was, or the sunlight was. Allah gave us that example. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ It's like what? كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ Why is Allah giving us a tree? You say a tree, why am I talking about a tree? Because it's you and your aqidah and how your mannerisms come out. In these mannerisms, from them, is that Allah mentioned in Surah Furqan about when the ayats of Allah are being recited. لَمْ يَخِذُوا عَلَيْهَا إِلْمًا وَعُمْيَانًا That when Allah's ayats are recited, they are not blind and deaf to them. They don't ignore them. So in that is, when the Quran is being recited, the individual should be listening. Whether that's in the salah or whether that's outside of the salah. When the individual is hearing the Quran recited, he should be quiet. And she should be quiet. And they should listen. Please, brother, just indicate with your hand up so that people can come to you for donation, please. Card as well as cash, please, brothers. Who has the card reader? Yeah, I've got the card. Okay, miss. For you. My sheikh, he wants to. MashaAllah. So, when the ayats are being recited, we need to listen. When the Quran is being recited, you are quiet. So, brothers and sisters, and from the sister side, a few complaints came, and today I had a few phone calls. Young ladies, young girls, young sisters, teenage, 12, 13, 14, 15, especially it's the time of the holiday. That brother, when we are praying, there's noise. When we are sitting, there's talking, there's laughing, there's joking. My dear young sisters, and I think the brothers, we are not suffering from that this year, but my younger sisters, I'm advising you. When the Quran is being recited, whether you know what it means or you don't know what it means, whether you know Arabic or you don't know Arabic, know that is the word of your Lord that is being recited. And know that Allah ordered you that when the Quran is being recited, that you have to listen attentively and quietly. Listen quietly and attentively. And there are many advices in those verses that we read in the last few nights that go to my young sisters and to the ladies about the way we should comport ourselves. The women, they are number one. You young girls who think you are 14, 13, very soon you will be at an age where you will be married and you will have children. And you have young people, young human beings who will be learning from you first and foremost. First and foremost, they will be learning from you, the mothers. That's why Allah mentioned in many verses how the women should comport themselves. Starting with the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now you tell me this. If Allah is advising and giving ayat and giving options and giving choices to the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what about you? What about you and me? If Allah is saying to the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, if you guys want the dunya, then come, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will give you and you can go. To the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But if you guys want Allah and his messenger and the hereafter, then verily Allah has prepared for you a beautiful reward. So if that is the offering ultimatum, to the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what about me and you? If Allah tells the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to tell your wives that let them cover themselves correctly, let them wear the hijab correctly. And the conditions of the hijab, we should study this. Young girl, you're 12, 13, 14, you should be learning about this. Not the one who is 25, 30, that's too late. The one who is 12, 13, 14, start reading. Ask your mom, how should I be with the hijab? How should I be dressing? How do I comport myself? That the hijab should not be tight on you, as is what is common today. If it's not tight, it's not fashionable. If it's not slim fit, it's not fashionable.
but it has to be loose, your hijab. It has to be not colorful so it attracts. How you wear hijab and everybody is looking, how the hijab is the opposite of that. It should be thick enough so that it's not see-through. Meaning you wear this and the same as not wearing it. That's the comportment of the young sister. Started from 13, 14, 15, my dear young sister. That it should not be see-through. That it should not resemble the clothing of the men. Sometimes I see in the schools, wallahi, there's good sisters, 14, 13, 15. They are wearing hijab. I even wonder, are they a teacher? Because they probably stood up and said, I'm going to wear jilbab to school or abaya. And the clothing is loose. So take those friends as friends and take those girls as examples also. From year 9, 10, and they are wearing their abaya and their hijab. And they're not wearing makeup and they're coming to school. Because as much as this society now promotes the rights of every other group, by default, your right is also promoted and protected. As they are protecting all the other groups. You know the groups I mean? The alphabet group, that one? Your right also, you say, well, I'm Muslim. I cannot really wear these tight clothes. I cannot really wear these tight trousers. Miss, I can't really wear this skirt on above my knees. Your rights will be protected. But if you don't stand up for your right, who's going to stand up for your right? No one is going to stand up for your right. My point is there are bigger fish to fry than coming in the masjid and your auntie is praying and you are making noise. You should be the one with two, three sisters, you go to the principal's office. We can't wear our hijab in school. Can we have somewhere to pray? Can you not dedicate a prayer room? You've just had funding and you extended this whole place and made a prayer school, sports hall, sports gym, everything, music, arts and classroom. Can we have a little 3 meter by 3 meter to pray? Can we have a little 3 meter by 2 meter to pray? That's what your sister should be doing. Do you not know about the best woman that ever walked this planet? Do you not know that one of them was the wife of Fir'aun? But you have everything your mom gives you. Everything your dad gives you. In fact, they spoil you, I say. When they were growing up, at 12, 13, 14, they have to clean, they have to cook. Now, your mom still at 15, 16, 17, 18, 20, they are cooking for you, cleaning for you. By the way, my aunties, that is not helpful, huh? For when they get married. That is not helpful. You have to train your kids from now. If you were to spoil your daughter at home, don't be surprised in the masjid, they cannot be quiet. Also. So sometimes, because the way we were brought up might be, you think it's tough, so you go too much to the far being extremely lenient on your daughters and your sons even, and then you wonder, I can't tell them be quiet in the masjid and they're quiet. Why do you think that is? So Allah spent ayat and pages talking about the wives of the Prophet. From the advice is that cover yourselves and do not show your beauty except to these, your fathers, your sons, your uncle. There's a list in there. Go and read it yourself. But Allah says what? And this is a beautiful ayah. Interesting. Allah mentions, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. Let them not stamp their feet. Let them not make commotion and noise with their feet to show the beauty that they have. When you are sitting there and closing your eyes, what is the quickest way to know that there's a female approaching? You hear this noise? The high heels. 100 feet high heels. From 100 meters away. They are stamping their feet. So this should not be in the masjid, it should be outside. These ayats are for them directly, and while they are being recited, we are talking. While Allah is saying, lower your gaze. When don't show your beauty to others, you are talking, I'm talking. When Allah says, wa ibadur rahman, talking to us, and I'm talking. So how can you take that advice when you can't even hear it? So let this be a renewal. Let us all turn to Allah. Let us apologize to those who are our aunties, our sisters, and we apologize that we are harming them, that they are trying to listen and we are making noise. Let us make tonight a night to turn and be more mature. Understand the responsibility Islam gives you. Try to learn what the ayats are saying. Try to learn Arabic. By next Ramadan, you need to be understanding. You need to have memorized the surah. You need to have understood it. You have to be understanding it, taking it in, and practicing it. Let that be your attitude changing, or your dress code changing, or your mannerisms changing. We ask Allah to guide us all to that which is true and correct. Thank you.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرون وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما وضعك ربك وما قلي، وللآخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضي، ألم يجدك يتيما فآوي، ووجدك ضالا فهدي، ووجدك عائلا فأغني، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.